وكابتن مجدي بيبو طبعا واحد من رموز الكره الطايره واب الروحي للبنات، مبروك الفوز النهارده والبطوله، حابب تقول لبناتنا النهارده بعد الاداء ده؟ الله يبارك فيك. انا سعيد جدا جدا جدا. اول حاجه سعيد ان احنا قدرنا نفرح جماهير النادي الاهلي. بالنسبه للبنات بصراحه انا عايز اقول ان هم عملوا مجهود كبير جدا جدا جدا، بدايه بالمعسكر وكان التركيز عالي جدا، فالحمد لله انا بوجه لهم كل الشكر للعيبه ان هم يعني بذلوا مجهود فوق العادي يعني، وكانوا مستعدين جدا جدا للمباراه، ودايما البطوله بتبقى تتويج لمجهود كبير وطويل يعني، مش استعداد لماتش، هي البطوله كلها احنا كانوا مركزين فيها من الاول، وكان كل تركيزنا على ان شاء الله ان احنا نوصل للنهايه ونكسب البطوله. ربنا يخليك. مبارك من جديد يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على هذه البطوله والاداء المميز بالنسبه لفريق النادي الاهلي.